زاد فضلكم. أول شيء يطوينا أعمار، اليوم الموضوع موضوع جميل، حاجتنا للاستغفار. يعني يعني بعضهم يقول أنا استغفر استغفر، وش حاجتي له؟ وش يفيدنا فيه يعني؟ على أساس يعني إيه بعضهم يقول إحنا زي الدعاء يدعون، لكن الاستغفار استغفار فضله عظيم زي ما قال سعد الرسول عليه الصلاة والسلام 1000 مرة باليوم. طيب جميل، يقولك هذا من أحد يعني أمر الله سبحانه تعالى عباده بالاستغفار. معلومة الألف الله أعلم الألف اليوم شوفوا كيف. فيوم أقول لكم يطول أعمار، في آيات كثيرة في القرآن الكريم، منها قوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقوله تعالى عبد الشطر الرجيم وإن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يعني كل شيء يذكر فيه الاستغفار. الاستغفار معروف عن أحيانا أنه يمدد الأموال، يعني سبب في تمديد الأموال والأبناء وصلاح الأبناء والسعادة وتفريج الكرب ويبعد عنك البلاء والهم والراحة. أنا من الناس اللي كنت قبل يمكن سووا مبادرة قبل عندنا هنا استغفار، والله العظيم إني استغفرت ويحل عند كربها الله يحلها لك. فالاستغفار شيء عظيم ومن صفات المتقين كما أخبر سبحانه في قوله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني حتى هم قالوا أن فعل استغفر الله. فالاستغفار نحن نحتاجه مو بشكل يومي إلا كل ثانية، سواء فيك شيء أو ما فيك شيء. يعني حتى ما لازم يكون فيك بلاء، يمكن لعل وعسى ان الله يمد شيء زين عندك. فهذا هو الموضوع لليوم اللي هو حاجتنا الاستغفار. بيض الله وجهك وبيض الله وجه فريق دعم كنبلاء على هذه المبادره الجميله وتعطينا يعني زي الان بعد اخذت فائده يوم تكلمت عن الموضوع جتني فوائد عن الاستغفار. والله بيض وجهكم وهذا يا امين يا رب العالم. الوقف سلمكم الله. الوقف اذا جينا بنربط بالوقف كذا حاجه، وقف مربوط فيه الصدقه، واذا تكلمنا عن الصدقه امر هذا مربوط فيه اليتيم، كفالة اليتيم. اليتيم تمسح على بس يقولك تمسح على شعره فيها أجر. كيف لو متكفلة؟ كيف أنت المسؤول عن أكله؟ أنت المسؤول عن عطاءه؟ كيف لو تكسوه أيام البرد؟ العيد جاي يروح تفرح بثوب جديد. شفتوا اللي قبل شوي صار لنا موقف كلكم جميع، يوم جاء الرجال خلف والله نعم والله بيض وجهه وكفو اللي هو جت السيارة، شفتوا فرحته وهو رجال كبير شفتوا كيف فرحته عيا يقدر يصيغ الكلام. كيف تخلوا تدخلون السرور هذا جزء منه؟ تدخلون على أيتام، تدخلون على مطلقات، على أرامل، على إفطار صائم. فأنا عشان كذا أقول لكم يعني الوقف أنا أشوف من أفضل الصدقات. والآن حنا عندنا وقف البر بالمويه، وإخواننا راحوا وشافوه اللي هو مسلط وفهد ووليد، شافوه بشكل عام وشافوا الأرض. فعشان كذا أنا أقول سلام استشعر الحديث إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم كهتين في الجنة، من منا ما يبي مرفقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني شيء عظيم. يعني أنا أقول لكم صدقوني الوقف هذا بعدين انت يعني ما بقولك تفرعك ب10,000، تراها 250 ريال. احنا ما نبي نقولها يسير عندنا، بس والله 250 لو بس سهم واحد في سبع اوقاف. في سبع اوقاف انت متخيل 250 بدل ما تحط هنا 200 200 200 250 تنتشر بسبع اوقاف. من كل شيء يجيك حسنات وصدق حتى قيام الساعة. العمل بسيط ولا والله يكثر من الاجر ان شاء الله لي ولكم وللسامعين باذن الله تعالى. ولا تنسونا من دعاكم على هالفجريه، والله يوفقكم بيض الله وجهكم. انا اتبرك اليوم على العاده واليوم بس الله يجزاك خير. فيه